باهي أصدقائي، خلينا نشوف الطائف الأخرين المتعارف عليهم. احنا مازلنا تو في خلينا من نايم والفرس نايم، مادام قوم بحذفهم الفالي والنايم، مادام اللي مهم مش مهمين، اللي هو أهم واحد عن الإنبوت هذا، أهم واحد هو التايب. كما قلنا فما التكست وفما الإيميل، يقول الإنبوت هذاك خاص بالإيميل، نكتبه فيه إيميل. طبعا يعني هو عبارة على تكست، أو بتشوفه عبارة على تكست، لكن نستعمل جافا سكريبت وكل شيء. مثلا كي نكتبه تكست كما هكا ونحبه نبعث الفورم هذاك، يعطينا ايرور. علاش يعطينا ايرور؟ يقول لك راهو ناقصه الالت، ناقص الالت، وبعدين يقول لك راهي ناقص البوان نتاعك اللي نكتبوا هكا جيميل دوت كوم. اوكي يعطيكم هذاك، واللي كي خاصه في الجافا سكريبت ما نجمش يفسرها تو، لاني انا في دوره الاتش تي ام ال، ما نجمش تلاحظها انت تو وين الخطا. اوكي باهي، هذا بالنسبه للايميل. كيف كيف اما الباسورد؟ باسورد ايش؟ نشوفوا الشكل نتاعو كيفاش يولي الباسورد. خلينا نعملوا لود البيج، نشوف الباسورد كيفاش يولي الشكل نتاعو، كيفاش يولي مخفي. يولي مخفي، لكن تنجم انت تكشفه. راه تعمل انسبكتي اليمون، يمكن هذه خد هذه اول مره كانت تتعلم في الهاش تي ام ال وكل شيء باش تعجبك الفازه هذه. انا الباسورد كيف هذاك، تجي تغير لهنا كلمه تكست. شوف مع بعضنا نعمل انتر، انا تغير تكست اللي تشوف في قدامنا، وبعد كده باش نغير الباسورد. تك انا بدل الباسورد، يعني انا واحد كان كتب متباس نتاع فيسبوك قدامكم وكل شيء فهمتني، وخليها المتباس هذاك قدامكم، ما لقيتش كيفاش تطلعوا المتباس هذاك، لانه كي تعملوا نسخ المتباس هذاك كما هكا وتحطوا لهنا في انبوت تاع تكست يتكتب لك، ما تكتبش عفوا، ما يتمش نسخه. اوكي هاني مش نعملوا نسخ، ما يتمش نسخه، هذه حاجه نسختها من قبل لان سوبر سكريبت واضح. باش تحب تطلع الباسورد هذاك شنو، تجي تغير في الانبوت نتاعو وتغيره تكست. ريت فاش قاعد نعلم فيكم ريتو. لا فقط باش انتو تفهموا الحاجة هذه، معناها مش ني قاعد نضر في العباد ولا حاجة. المهم به هذا بالنسبة للتايب باسورد. به تو بنشوفوا انبوتس اخرين تقدر وقت تو، شفنا الايميل، شفنا الباسورد، شنو اخر تايب اخر ممكن مهمين اللي هما التليفون، هذا التليفون خاص بالتليفون، رولود البيج اللي هو كيف كيف باش يكون تشابه معاهم نفسه، وبدو عبارة على تكست ما بتشوف حتى اختلاف. لكن بعديك كي نكونوا احنا نعمل في الفاليديت، يعني نعمل في الفاليديت، نحب مثلا نعمل لوجيست لهنا باش نبعث داتا معينة كما هكا، شوف مع بعض، او باش نكتب اي حاجة في وينو بابا هنا، شوفوا الايميل هذا غلط، باش نعمل لوجيست، شوف كيفاش عطاني خطأ، واضح كيفاش عطاني خطأ، عطاني خطأ قال لي راهو هذا ماهوش ايميل. خلينا ندخل مثلا ايميل. اوكي والباسورد شوف ماهمش ماهم مختلفين، الباسورد هذا مزوز وقت باسورد وكونفيرم باسورد، شنو نعمل لوجيست؟ يقول لهنا راهو غلط، حتى كان حطيت صوره لهنا راهو بعدك بزيد يعطيني ايرور اخر على الباسورد هذا، شو يقول لي راهو باسورد خاطئ. اوكي هذوما نستفادوا منهم ياسر اشياء هذوما. طبعا هذوما الفاليديت هذوما نجم تشوفوهم تو بتاع التليفون، لازم يدخل تليفون وكل شيء، خاطر لازم جافا سكريبت، ندخل بكم دوره جافا سكريبت، وما نحبش ندخل في دوره جافا سكريبت لان هذه دوره اتش تي ام ال. باهي تليفون، فما شنو اخر؟ فما هذيك خاصه بالسيرش، هاي بتاع البحث، كيف كيف زاد بشتغل نفس الشكل، رولد البيج بتاع البحث ثواني، كيف كيف نفس الشكل. نمبر، نمبر مهمه جدا، نمبر هي شنو نمبر؟ انه تقبل كان نمبر كهو، شوف هاو يعطيك لهنا كل واحد نتاعك النمبر ريتوه، كي تجي تكتب تكست ما يقبلكش انك تكتب تكست بالكيبورد نتاعك، واضح ما يقبلش هذيك اللي نتاع كتبت من فوق هذيك ما يقبلش، ها يقبل كان نمبر اكهو، ناقص واحد وناقص اثنين وناقص خمسة واللي هو يقبل كان نمبر اكهو، ما يقبلش تكست. شنو اخر تنفسروا المخرين؟ لحظة شوية برك نشوف في حاجات مهمين تشابه مع ضم، فما يو ار ال، فما تايم، قدر وقت توه باهي، خلينا نمشي فيديو اخر ونفسرهم الاخرين. يلا الى اللقاء.